السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uh, اليوم أنا بس أتكلم uh, شوية كلمات إلى مصريين uh, مصريين uh, مصري بزاد uh, فوق خمسة وخمسين سنة أو في حدود الخمسينات كذا uh, عشان مهمة جدا أنتم uh, you know, مركز في مستقبل عشان هيكون قريب انت هتدخل معاش هتطلع معاش ماشي ومنكم ممكن لسه طلع على معاش فسنة ايام جاية سنوات جايين مهمة جدا عشان لو انت ما عندكش تشتغل في شركة انت كان بتشتغل فيها تجارة انت كان بتعمل وعمل كده Uh, هلاي هيكون دوت ماديا اكثر من قبل uh, في حياتك هيكون uh, صفحه جديده هيكون مرحله جديده uh, غريب بالنسبه لك انت كان بشتغل طول حياتك وبعد كده لي uh, هم هم مشيك من الشغل انت طالع معاش فلازم من على الان تجاز نفسك عشان نجيب دخله من مكان تاني قبل تطلع معاش أو لسه تطلع معاش مهم جدا انت حاول شوف أسلوب عشان دخلة من مكان تاني ماشي عشان طبعا فلوس من معاش مش هكون زي أيام وأنت كنت بشتغل ماشي في كتير حاجات أنت ممكن تعمل ممكن تعمل تجارة لو أنت حاول شوي فلوس ممكن تعمل تجارة ماشي Uh, ولكن في حاجة ثاني uh, مش محتاج فلوس خالص وانت قادر دولارات من أمريكا ماشي وانت طالع معاش وبدون انت تعمل أي حاجة فلوس بجيلك شهريا uh, دولارات تمام فأنا فهمك انت تعمل ازاي uh, أول حاجة في حاجة على يوتيوب ماشي uh, في ناس بيعمل إعلانات على يوتيوب فهم بيدفع فلوس فلو فتحت القناة على يوتيوب ورفع فيديوهات عليه هيلاقي uh, بعد فترة بعد انت جيب uh, ألف مشاهدين uh, ألف مشتركين ماشي وجيب uh, uh, you know uh, وقت للمشاهدين حاليا انت قادر تجيب فلوس شهريا ولو انت النظام uh, كأن انت ساكن في أمريكا هجيب دولارات وانا قادر اساعدك في الكلام ده فلو انت عايز انا في الكلام ده اول حاجه عمل اشتراك على قناة بتاعي ويكتب ايميلك تحت في description، اكتب ايميلك تحت اشترك في قناة بتاعي ويكتب ايميلك تحت لو انت مكسوف مش عايز يكتب ايميلك تحت انا ممكن اكتب انا اكتب ايميلي انا وانت لي رساله انا انا اشتركت في قناة بتاعي ممكن فهمني طريقه عشان اجيب دولارات Uh, بان ان على معاش مش لازم استنى حتى طلع معاش ممكن يبدا من الان ماشي عشان دولارات كل الشهر يو نو ماشي فبس اشترى في كنابه تاي وبعلي في رساله يو نو فهمني اه uh, انا جيب دولارات يو uh, نو you know, من القناه على يوتيوب ازاي ماشي وانا سعيد يو نو فهمني انا ممكن افتح قناه ليك انت ماشي لو انت ما داش كل الكلام ده لنفسك واعمل نظام عشان تجيب دولارات ماشي وكمان انا ممكن ارفع فيديوهات على القناه بتاعك انت تمام عشان في المستقبل انت قادر تجيب فلوس فانا هنا عشان اساعدك عندي خبر في الكلام ده ماشي فانت بس اشترك في القناه بتاعي وبعت لي رساله يقول لي انت عايز انا اعلمك فهمك او اساعدك عشان تجيب دولارات كل الشهر من القناة على يوتيوب تمام بس كده ماشي عشان المستقبل منكم هيطلع معاش من أرايب منكم ممكن تطلع معاش ماشي فأنا هنا أنا هاو سعيدكم وبعده إحنا سعيد بعد تمام عشان في مستقبل مش هيكون أفضل في مستقبل لو أنت ما دخلة أو أنت ما عندك شو فلازم إحنا بوس على مستقبل ما داش أول أولادنا هاي هاي, هاي بالك مننا وإسرق علينا مفيش ضمان كتير اولاد بسيب والديهم بعدهم يكبروا وحطهم في بيت لناس كبار وانسى فهمني فلازم احنا جايز انفسنا نخلي بالك من انفسنا قبل انهم مش قادر بالك من انفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته